العراق. الدولار يتخطى حاجز 160 ألف. يا بسوق 160 يا وليد، السوق 160. يبشر زملائه بخبر غير سار، بل يلوح بأن الأزمة تتفاقم. يرتفع الدولار بلا رادع، وهنا يشكون من ذلك ويطالبون بفتح نوافذ حكومية للبيع، وربما هو الحل الوحيد لزيادة العرض وتساويه مع الطلب واستقرار سعر صرف الدولار. هو المحافظ عنده ألف على العدة، يبيع مباشر للمواطن وبس، يبيع بس المصارف وكل حكاية، ويقول البنك الفدرالي والبنك الفدرالي ورئيس الوزراء وين؟ قبل ما يستلم قال احنا قاعد ننزل سعر الصرف. استلم الحكومة انه بزاد سعر الصرف. دينار العراق انهار. احمل مسؤولية ونحمل مسؤولية الى رئيس مجلس الوزراء المحترم اللي عايف ما يتدخل بسعر الصرف، رايح لي على كأس الخليج. يعني من 1460 هسه ب 1600 سوق. شر البلية ما يضحك، هذا ما يطبقوه، وهم يتساءلون أين الوعود وأين الحديث عن تخفيض الدولار، وأين ما تلي على مسامعهم من إجراءات لم تتخذ، فالسوق راكدا مربكا مشتعلا بالغلاء. ارتفاع أسعار الدولار وتداعياته. ينضم معنا مباشرة مراسلنا عمار غسان من منطقة، يعني يبدو أنه كان في منطقة الكفاح. أهلا بك عمار، يعني إلى أين وصل سعر الدولار لهذه اللحظة، وما هي تداعياته على المواطن العراقي بحسب استطلاعك لآراء المواطنين؟ تفضل. نعم إيناس، قبل قليل كنا في بورصة الكفاح حيث المكان الرئيسي لبيع العملة وشرائها من المصارف والمكاتب الموجودة هناك. وصل سعر الدولار عند خروجنا من هناك 160 ونصف، 160 ألف دينار ونصف لكل 100 دولار، والآن حديث عن وصوله إلى 161 دولار لكل دينار، عفوا لكل 100 دولار.